طبعا تعليم انجازات بالظبط. زي ما حضرتك بتقول استاذ اكرم، انجازات طبعا لا تخطئها العين في القطاع الصحي. لو حبينا نروح مع حضرتك سريعا لملف مهم جدا كمان، هو ملف الحمايه الاجتماعيه. شفنا مظله الحمايه الاجتماعيه بتمتد يعني وتقدم خدمات كتيره جدا للاسر الاولى بالرعايه وكبار السن واصحاب المعاشات. هذا الملف المهم جدا، ملف الحمايه الاجتماعيه، شايف ما تحقق فيه ازاي؟ الحمايه الاجتماعيه مش بس الحقيقه يعني الجزء بتاع التضامن والجزء بتاع تكافل الغرامه والجزء بتاع اللي هي رواتب والاسر اللي ما لهاش عائل والاسر اللي يعني حتى اللي عندها مشاكل اسريه قضائيه. كان بنتكلم على صندوق رعايه الاسره، وكان والحقيقه انه الحمايه الاجتماعيه مش بس تتوقف على الجزء اللي تضاعفت حجم ما يقدم من تكافل وكرامة او من غيره، لكن كمان حتى حياة كريمة نفسها كان بهذا الهدف. صحيح. والحقيقة من 2019 لحد 23 الحد الادنى للاجور تضاعف ما يقرب من 8 او 9 مرات. يعني احنا كان في 2011 كان المطلب انه يبقى 1000 جنيه، وصل 1200 جنيه. من 2019 تضاعف وصل حتى 6000 جنيه، واحنا شفنا ده يمكن مؤخرا منهم سنه 23 لوحدها 23 و24 ثلاث مرات رافع. ففكره الاستجابه دي وقدره الاقتصاد المصري انه يستجيب لده، اصحاب المعاشات او الرواتب او الاجور ورفعها بالشكل ده، كان في استجابه واضحه جدا للضغوط حتى وانعكاسات الازمات العالميه بشكل كبير، وده تحملته الموازنه ويمكن اخرها كان من اقل من شهرين، وده كان تعامل واضح جدا مع انعكاسات الازمه العالميه. فهنا حتى لما بنبص لنفس هذا الملف بنبص ملف اخر يمكن انفق فيه اموال كثيره جدا بعض الناس ربما ما تشوفهاش النهارده، زي ملف العشوائيات على سبيل المثال اللي انتقلوا مش بس لايواءات او شقق او غيره، لمجتمعات حضريه فيها ملاعب فيها مدارس فيها خدمات صحيه فيها مراكز صحيه. فده كان ملف مهم وكان بيمثل عار الحقيقه، كان بيمثل يعني حاله مزمنه كان الاعلام بينقله باعتباره شيء دائم ومستمر. تم نقل ده بشكل وكانت الصخور وصخره الدويه لو احنا فاكرين او منشط ناصر اللي حصل فيها. فبقى ملف ده ملف بالمناسبه تكلف كثيرا مليارات، ومع ذلك اعتقد انه برضه تم الانتهاء منه باراده شديده جدا وشجاعه الحقيقه في التعامل معاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف شديد الخطوره ايضا، يعني طبعا زي ملف العشوائيات